الحسن الشريف، ودائماً التقاء الإخوة له فضله وبركته، غير أن لقاء اليوم له فضل خاص لأنه يأتي على حين فترة من التلاقي بين الإخوة الذين هم سدى النسيج الوطني ورحمته. وأحسب أنكم توافقونني على أن الملتقيات الوطنية التي تمت في رحاب الأزهر الشريف منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 وصدرت عنها وثائق خمس كانت كلها محاولات ناجحة بحمد الله لبناء موقف وطني توافقي نجتاز به عقبة أو نعالج به مشكلة واجهت مصير هذه الثورة. مصر كما تعلمون وكما تعلم جميعا هي أيها الإخوة كنانة الله في أرضه ووصية أنبيائه ورسله، وقد جعل الله فيها شبابا مثل هذا الشباب الطاهر الذين قاموا بهذه المبادرة ودعونا إلى هذا اللقاء. وأشعر معهم أننا ينبغي أن ننظر في هذا البيان أو تلك الوثيقة التي انتهوا إليها بمشاركة كوكبة من علماء الأزهر وأكثرها على كل حال ثوابت لا خلاف عليه فيما أعتقد. ورأيي إن سمحتم أيها الإخوة هو التأكيد على النقاط التالية: أولاً الالتزام بقداسة وصيانة حرمات الدماء والأموال والأعراض. ثانياً إذا كان التنوع والتعدد والاختلاف في الفكر والسياسة هو سنة الله التي لا تبديل لها ولا تحويل ويمثل الضمانة ضد الانفراد بالقرار الذي يؤسس الاستبداد، فإن واجب تيارات الفكر والسياسة في بلادنا الالتزام بتوظيف التعددية والاختلاف وسلمية التنافس على السلطة وسلمية التداول لهذه السلطة. ثالثا دعوة كل المنابر الدينية والفكرية والثقافية والإعلامية إلى نبذ كل ما يتصل بلغة العنف في حل المشكلات. رابعا جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون أي إقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل أي إشكالات أو خلافات. ومن ثم فلا ينبغي أن نتردد في نبذ العنف وإدانته الصريحة القاطعة من أي مصدر كان وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا، ولا يجوز مطلقا التحريض على العنف أو السكوت عليه أو تبريره أو الترويج له أو الدفاع عنه أو استقلاله بأية صورة من الصور. وأمران آخران أكدتهما هذه الوثيقة: الأول حماية النسيج الوطني من أي تهديد ومن أي اختراق أجنبي غير قانوني، وإدانة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون أيا كانت. والآخر والأخير هو حماية الدولة المصرية، لأنها أيها السادة رأس مالنا الوطني جميعا، لا ينبغي أن نسمح بتبديده أو تفكيكه أو العبث به، فساعتها لا قدر الله لن يبقى في الساحة إلا الشيطان. وفق الله مصر شبابها وقادتها وعلماءها وثورتها إلى اجتياز الخطر وإعلان الحق والالتزام به وكبت العدو وإمضاء الصديق. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.